وهسه الخبر المنتظر اللي يريدكم توصلوه إلى 20,000 لايك. الخاطر أبو الخير. طبعا اللي شاف الفيديوهات السابقة أنا حكيت عن البيتا تيستينج وش وقت راح تنفتح البيتا تيستينج. أنا قلت بسنة 2021 أو بصيف 2021، وحاليا أبشركم الإنترنت الفضائي انفتح إلى التجربة العالمية، وبإمكانك الآن أن تطلب معدات الإنترنت الفضائي من الموقع الخاص بستارلينك، وأن تطلبه عن طريق الكريدت كارد. تشتري المعدات عن طريق الكريدت كارد وتدفع إلكترونيا، ومن ثم بعدها يدزون إليك المعدات على عنوانك اللي أنت تكتبه. شلون راح تطلب الإنترنت الفضائي؟ راح أشوفك شلون. راح أخلي لكم رابط المواقع هذه كلها، ترى تلقوها جوا بالتعليق المثبت الأول، حتى تقدرون تدخلون وتسوون نفس الخطوات اللي أنا راح أسويها. طبعا أولا تدخل إلى موقع ستارلينك. بعد ما دخلت إلى موقع ستارلينك راح تكتب العنوان اللي أنت بيه، مو شرط العنوان الحقيقي مالتك، وإنما تكتب العنوان التقريبي أو المحافظة اللي أنت بيها أو المدينة اللي أنت بيها. فأنت إذا كنت مثلا، نجي نكتب هنا أنا بغداد عراق، وبالنسبة للأخوان العرب عندي هواي متابعين من الأخوان العرب، كل التحية لهم. تقدر تكتب المدينة مالتك أو اسم أي اسم شارع قريب عليك، حتى في سبيل أنه مجرد يعني يعطيك التغطية هل هي موجودة أو شو وقت تتوفر عندك، لكن فعليا التغطية موجودة. هنا من راح يقول لك التغطية ما موجودة حاليا أو ممكن تصلك في 2022. الهدف من عده هنا انه يقول لك ب 2022 او بهذا الموعد اللي راح يعطيك اياه انه التغطية راح تكون 100%. يعني حاليا موجودة تغطية لكن التغطية راح تكون متقطعة، اذا على مسؤوليتك انت من تطلب هذه المواد. فخلينا نكتب هنا اولا بغداد عراق، ونشوف هنا عندنا بغداد عراق مثل ما تشوفون، بغداد رود بغداد عراق. تختار الادريس وتقول له اوردر ناو، راح يحمل شوية، انطي مجال ما يحمل. فبعدها ياخذك الى صفحة الاوردرينج او طلب المعدات. بعد ما وصلت لهاي الصفحة هنا أنا عندك تقريبا 14 دقيقة حتى تكمل الطلب. بس تقول ليش؟ لان هنا أنا اكو مئات الالاف من الناس حاليا قاعد يطلبون ستارلينك، فانت حسب التسلسل اللي راح يصير بي، يعني ممكن خلال 14 دقيقة هذه انت تسلسلك 500، زين؟ فانت هنا راح يعالج طلبك على اساس تسلسلك، يجوز ال 500 يوصلوا لها بعد شهر. فهذا المطلوب من عنده انه تسوي الطلب خلال 14 دقيقة حتى تاخذ الاولوية بالتسلسل. اول ما تيجي هنا راح يقول لك هنا طلب ستارلينك السعر حاليا 99 دولار، سعر الاشتراك فقط بدون المعدات. راح تيجي تكتب هنا عندك الاسم الاول الاسم الاخير، وهاي البطارية همينة راح تخلص، يلا تحملينا شوية. هنا تكتب الرقم مالتك كذا كذا كذا، اي رقم. الايميل الشخصي مالتك هنا راح تخليه، هنا انا راح تخلي معلومات الكريدت كارد مالتك، يعني البنك الالكتروني الكارت مالتك انت تخلي التفاصيل مالتها، تخلي الاسم اللي موجود على الكارت، تخلي البوستل كود، البوستل كود اللي هو العنوان البريدي الخاص بمنطقتك او اللي طالع من عند الكارت. هنا تخلي الكارت نمبر، هنا أنا بعدها راح تخلي التاريخ مالت الكارت اللي هو الشهر والسنة، وبالأخير عندك هنا أنا راح تخلي رقم السي في في، الرقم السري الخاص بالكارت. يعني هنا أنا مجرد راح تخليها وراح تقول له place deposit، هنا أنا مباشرة راح يستقطع من عندك كلفة الاشتراك اللي هي 99 دولار، وياخذك الى صفحة ثانية اللي هي صفحة طلب المعدات. Targeting coverage in your area in 2022، بمعنى انه يقول التغطية الشاملة اللي راح تكون متوفرة عندك بدون انقطاع بسنة 2022 ببغداد. بالنسبة لباقي الدول ممكن تكتب اسم الدولة مالتك او العنوان مالتك وراح يقول لك ايش وقت التغطية. على الاغلب على الاغلب الشرق الاوسط الميدل ايست راح يكون بسنة 2022. حاليا تغطية موجودة لكنها متقطعة، ما يقدر يضمنها لك، ما يقول لك انا ما اضمنها لك. في 2022 التغطية راح تكون مستمرة لك بهذا المكان او بالعنوان اللي انت بي. فهذه هي التفاصيل، ومنها راح تقدر تطلب ستارلينك وراح توصلك المعدات على العنوان اللي انت خليته.
طبعا هنا انا خليني اشوفكم انه فعلا التغطية موجودة، لكن المشكلة هنا التغطية ما مستمرة. فخلينا نروح الى هذه الخارطة، وهذا هو العراق مثل ما تشوفون، والعراق حاليا مغطى باكثر من 3 ستلايتات الى 4 ستلايتات متتابعة متصلة مع بعضها، لكن هذه المرة يجوز بهذا الوقت هي متصلة ومتغطي كل العراق. لكن اللي احكي عنه لما يكون انت عندك فراغ هنا بهذا المنطقة، او يكون عندك فراغ انت بهذه المنطقة او فراغ بهذه المنطقة، انت هنا راح تخسر الكونكتيفيتي مال الانترنت، يعني بعد ما كنت انت عندك انترنت كونكشن او اتصال انترنت. فهنا انا دا يقول لك انه انا ما راح اضمن لك اتصال انترنت الا في حال توفرت عندي الاقمار الكافية، واللي متوقع انه تكتمل بسنة 2022 حتى يقدر يغطي منطقة الشرق الاوسط او يغطي المنطقة اللي انت موجود بيها. فخلينا نروح الى الدول العربية ونشوف باقي الدول اذا كانت يعني بها تغطية حلوة مرتبة. خلينا نشوف هنا مصر، ما شاء الله مصر يعني عندك هنا متغطية تقريبا بثلاث اقمار، عندك الجزائر، عندك المغرب، عندك هواي دول عربية ما شاء الله، يعني عندك دول افريقية مبختين الاقمار كلها فوقهم، نروح نضربكم عين. انت عندك السودان هنا همينة، فهذه الدول العربية اعتقد همينة. الكويت يعني الكويت ما شاء الله دائما متغطية، لانه من كل الجوانب ما اخذ منها انا ومن هذه المنطقة ومن هذه المنطقة، وهذه الاقمار همينة كذلك. عندك السعودية متغطية، الامارات متغطية، سوريا والاردن نوعا ما يعني، لكن فترات الانقطاع فوقهم طويلة. باقي الدول العربية كلها متغطية. وجود تغطية الانترنت الفضائي، فتح الانترنت الفضائي للطلب العالمي، هذا يعني انه التغطية موجودة فوق كل الدول دون استثناء، يعني ما راح يغطون دولة عن دون دولة اخرى، والله لان هاي الدولة ما قبلت انه ستلايتات ستارلينك تمر من فوقها، لا، هاي الدولة ما تملك الفضاء الخارجي حتى تمنع هذه الستلايتات من المرور، وانما هذه الستلايتات حركتها مستمره حول الارض، راح تكون الاشاره موجوده. اذا اجتك المعدات الانترنت الفضائي وطلبتها وطلع حظك انه يعني توصلك الغراض من وقت، تقدر تنصبها وتقدر تحصل اشاره لفتره معينه، لكن راح يصير عندك انقطاعات. فهذا الكلام اللي اقول عليه انه وجود تغطيه الانترنت الفضائي وفتح الببليك بيتا لكل دول العالم اشاره خير ان شاء الله، والانترنت الفضائي راح يكون متوفر قريبا جدا. واذكروا هاي الكلمة ان شاء الله. حسب ما قال ايلون ماسك، فتح الطلبات على الانترنت الفضائي هذا راح يساهم فعليا بدعم المشروع، لان المشروع يعني محتاج فلوس ومحتاج دعم حتى يستمر اطلاق الصواريخ وتصنيع الستلايتات الخاصة بالانترنت الفضائي. وعائدات هذه الاشتراكات وعائدات الاجهزة اللي قاعد يبيعوها حاليا كلها راح تروح وتسهم بتطوير مشروع الانترنت الفضائي ستارلينك. خلينا اطمنكم من حاجة، اولا فتح الانترنت الفضائي لكل دول العالم هذا يعني توافر التغطية لكل دول العالم بدون نقاش، لكن هنا تبقى مسألة الاجهزة. اذا كانت هذه الاجهزة تنشحن عن طريق الدي اتش ال، واللي اعتقد ممكن تنشحن عن طريق الدي اتش ال، لان الطلب على الانترنت الفضائي قاعد يتم الكترونيا عن طريق الموقع مالتهم، فاكيد راح يشحنوا عن طريق الدي اتش ال او اي يعني شركة ثانية تختص بمجال الشحن، الا في حال اللهم الدولة نفسها قالت انه تفتشون الطرود، واذا بيها ستارلينك انه تاخذون هذا الباكيج وتذبوه بالزبالة، الا في هذا السيناريو. غيرها ممكن، وخلينا متفائلين، ممكن الأجهزة توصلك إلى العنوان مالتك بدون مشاكل، ورجاء يعني بدون أي توقعات سلبية. طبعا أول ما طلع موضوع الإنترنت الفضائي أصلا هو كان فكرة ما راح يصير وما ممكن هذا الشيء، وراح يكون إنترنت كلش بطيء. صار الإنترنت الفضائي، دزوا الستلايتات، اشتغل الإنترنت الفضائي، بعد ايش قالوا؟ تغطية ماكو والدول كلها ما متغطية ومن هذه الأمور كليتها. وحاليا شوف مشروع ستارلينك الى وين وصل، وقاعد يمشي بخطى مستقرة ومتواصلة بالاتجاه الصحيح. فما لكم علاقة بالاشاعات، خليكم متفائلين وايجابيين، هذا كل اللي نحتاجه بالوقت الحالي. يعني حتى في سواء يعني فيلدز ثانية او مواضيع ثانية، كورونا وغير كورونا، خليكم متفائلين، يعني لا
تطغى عليكم السمة السلبية. معدل الداونلود حاليا من 150 ميجا بت الى 300 ميجا بت، وحسب اخر يعني معلومة انا سمعتها انه الداونلود راح يكون ثابت على 300 ميجا بت، يعني ما راح ينزل عندك جو 300 ميجا بت، وهذا شيء جدا ممتاز. سرعة يعني تعتبر خرافية لو تقارنها ببعض شركات الاتصالات الهزيلة، يعني فعليا هزيلة. فالانترنت هنا راح يكون عندك البينج مالته من 20 ماكسيمم الى 30 ملي سكند، واحيانا ممكن يوصل الى 15 ملي سكند. فكالعادة هنا انا وعدتكم انه اجاوب في نهاية كل فيديو على سؤالين مطروحة من قبل المتابعين، من قبلكم انتو. فخلينا ادور على الاسئلة اصلا، يعني الاسئلة ما ادراني وين شمرتها، وين السؤال ذني. اي هي اتا. اول سؤال، شنو اخبار الانترنت الفضائي؟ مثل ما تشوف اخبار الانترنت الفضائي موجودة بالفيديوهات السابقة وبهذا الفيديو تابع الاخير. وكم السرعة وصلت لحد الان؟ السرعة وصلت لحد الان 300 ميجا بت حسب اخر معلومة، انه ثابتة على 300 ميجا بت. وهل نقص مبلغ الاشتراك؟ مبلغ الاشتراك لا، حاليا بعد موجود، لكن هذا راح ينقص بعد ما يوصل ستارلينك الى عدد الاقمار الطبيعي او الهدف الرئيسي مالتهم اللي هو 12000 قمر. هنا ما راح يكون تجريبي، هذا التجريبي لازم يحطون مبلغ عالي حتى يدعمون المشروع، حتى يستثمرون الاموال هذه ويطورون بها المشروع. هل وافقت الدولة العراقية؟ السؤال الثاني، هل يمكن استبدال راوتر ستارلينك او وضع سويتش للتوصيل الى راوتر اخر؟ فعليا يعني حسب اللي شفته بالتطبيق انه الراوتر لازم يكون موجود، وصحن يكون موجود حتى يقدر التطبيق يكنفقهم او يسيتهم، بمعنى انه يضبطهم، انه يضبط الاعدادات مالت الصحن ومالت الراوتر ويشغل لك الانترنت ويربطك بالواي فاي. انا اعتقد لازم حسب اعتقادي الشخصي، الله اعلم يعني اذا اكو شخص ثاني مجربها او لا، لكن انا ما شفت لحد الان يعني طرح هذا الموضوع سؤال حلو، انه الراوتر لازم يكون موجود، لانه والا التطبيق ما راح يشتغل عندك ولا راح يقدر يكنك على اشارة الانترنت الفضائي. او ممكن وضع سويتش للتوصيل الى راوتر اخر. هنا أنا هاي النقطة، عندك بورت ثاني موجود بالراوتر، هذا ممكن تاخذ من عندك كيبل ثاني وتوديه للسويتش، ومن السويتش تقدر تطل راوترات ثانية او تقدر تطل قطع ثانية وتبثه، بعد انت بكيفك. فلهنا أنا ننهي الحلقة. 20000 لايك مو؟ في امان الله.